جدا بعد ما نعمل الليل والجهود بتاعتي كلها في البيت في كويت فنان ما عنديش فرق. طيب قال لك احنا هنقلل الفولتج هنا الفولتج تبقى من 3 to 5 مللي كليت هاي تو ذا ديبر مود. قال لك دي اقل ليميت الطنج عندي بيعمل كليرت الفك بيعمل كينس فيقدر في الليميت ده ان هو يعمل كينس لكن اقل من كده هيعمل فول اكتيفيشن وترافيك وتروماتايزيشن للجنجر مش هيبقى. فلازم يبقى عندي السبير بورد بتاعه من 3 ل 6 مليون. طيب لو ما عنديش السبيس ده كلام ليه؟ لو ما عنديش السبيس ده هعمل ايه؟ نزل لي قلنا لو ما عنديش الاسيس في سيكس في اف لازم هعمل ايه؟ يبقى هطلع اكستنشن لغايه السيرفي لاين او السينجلر واعمل ريستنج عليها واعمل ريليف على الجنج بالمارج من تحت. ده كروس سكشن لل انا سامع صوت ورا. ده كروس سكشن للمانديلر ميجر كونكتور. انا عندي اهو المانديلر ميجر كونكتور ده الشكل ده عادة بيبقى هاف بير تشين شكل نص الكومة الثاني خلاص تحتيه سبيسز بينه وبين الميكوزا عشان كده بعمل هنا فيه ريليف. اوكي السوبيريور مارجن بتاعته بيبقى تيبر ونايت ايجز كده علشان ما نعورش البيشن او تعمل ترافيك من تحت والانفيريور بوردر الحته التخينه بتبقى تحت وراوندد لغايه قبل ما تعمل الفانكشنال موفمنت في التيشو يعني قبل التغيير في الموفمنت اوف ذا تانك او الموفمنت بتاعت الفلور اوف ذا تانك. من اول السوبيريور مارجن لغايه الجنجا بتبقى في عندي من 3 to 5 ملم. الثيكنس بتاعه اتليست من 3 to 4 ملم عشان اديله شويه ريجيديتي وبرضه هنا يبقى عندي على الاقل 2 ملم علشان ايه؟ عامل موفمنت للفلور اوف ذا ماوس عشان العيان لما يجي يطلع لسانه لو فلور اوف ذا ماوس طلع معايا هيقوم قالب لك البنش الخاص. ده البراكتس ريكوايرمنت بتاعي المانديبلر سبيتش كونكت. خلاص يبقى هاف بير تشين الانتيريو بورد جنتلي راوندد خلاص اباف ذا مون تيشو والفلور اوف ذا ماوس ما اضغطش على اي جنجبل مارشن. لو عندي اي بون او سوفت تيشو اندر كات او فراكت لازم ان انا اعمل لها افويدنج يعني ازم الديزاين بتاعي بعيد عنها خالص ما تدخلش فيها. التايت طب معلش اللي بيتكلموا ورا يا تطلعوا بره يا تسكتوا. صباح صباح ولا مش طيب تايت اوف مانديبلر فيجن كونكتور. انا عندي نوعين من المانديبلر فيجن يا اما بار يا اما فليت. محدش خالص في الامتحان يقول لي مش عارفه ايه ستراب مفيش. هو في الميجر كونكتور يا اما بار يا اما فليت. البار ده نوعين يا بار محطوط عند الليجوال سيرفيس يا بار محطوط عند الباكر سيرفيس او الليجوال سيرفيس ويا اما سنجل بار يا اما دبل بار ما فيهوش كلام كتير زي الاكزيلري ميجر كونكتور. دول انواع او التراديشنال اللي احنا بنستعملهم على طول في العياده هما الانواع ده يا اما الليكوال بار اللي انا اتكلمت عليه من شويه اللي هو بيبقى فوق السرنجبال مارك بينها 3 5 ملم كروس سكشن في تشيك وبعدين اسمه الليكوال بار يبقى محطوط من ناحيه الايه؟ الليكوال. قال لك لو ما عنديش السفشن ديبس للديستبيون ان انا احط اللينجوال بار ده ما عنديش من 3 to 5 مللتر ما احطهوش اقل من كده لا لازم ممكن انزله لتحت شويه خلاص وساعتها اول ما نزلته لتحت شويه سميته ايه؟ ساب لينجوال بار والساب لينجوال بار ده اخر اللينجوال بار في كل حاجه عشان ما نتلخبطش عليها في المذاكره هو شبهه بالظبط في كل حاجه ما عدا ان هو ايه؟ محطوط لتحت شويه والتير دروب ايه؟ ان كروس سكشن شكل الدمع شويه. تير دروب ان كروس سكشن. خلاص؟ طيب بعد كده قال لك طب بدل ما
يسير لمبار خلاص. طيب كله دي في الايكوال كيرف. وبعدين واحد قال لك لا انا هعمل تو بارز، واحد زي الايكوال بار عادي والتاني زي السيت لمبار وسمى نفسه الدبل ليكوال بار. واحد تالت قال لك بدل ما يبقى المدخله دي كلها انا هطلع ببار من تحت واطلع الليفور ستيك لغايه السيت لما اقدر اكون وهسمي نفسي ليكوال كلينر. يبقى ده الوحيد اللي اسمه بليت في كل الميجر كونكتيف اسمه ايه؟ ليكوال بليت. طيب والتاني قال لك لا دول كلهم جايين من ناحيه الليكوال، انا لو عندي ليكوال انكلينيشن اوف ذا توس مش هعرف احط اي نوع من انواع الليكوال بار ده. ساعتها هحط ايه يا دكاتره؟ الليبيال بار. خلاص هنتكلم على واحد واحد بالتفصيل بس كده القصه. طيب قال لك انا هختار الميجر كونكتيف بناء على ايه في المانديلر؟ المانديلر قلنا الاريا الانتشن فين؟ عايزه ريجيتي فين؟ عايزه اكسايرنس ديتر ولا لا؟ في فورس ولا لا؟ نفس الحاجات دي بالضبط انا بختارها. انا عايزه ريجيتي عاليه في الكيس دي ولا لا؟ يعني اسنان قليله موجوده ولا في اسنان كتيره؟ عندي فورس مانديلر او اندر كات او بوني بروميس في حته فاختار واحد عن الثاني. اللينت بتاع الايدنشز ايه يا صغير ولا كبير هيزود لي عايزه ميجر كونتكت ريشيو ولا قليل؟ وهنزود وانا في الحاله دي عايزه اندايركت ريتينر ولا لا؟ وهنزود حاجه مهمه جدا اللينس او الدبس بتاع الفلور اوف ذا ماوس. بجيب بريدومينانت بروب خلاص واحطها في البيشن ماوس واخلي العيان يطلع الفلور اوف ذا ماوس سنه كده لفوق او اللي فات بتاعه سنه لفوق وابتدي احسب قد ايه السيكس بتاعه زي ما قلت لكم قبل كده على حسب الليكوال دي على حسب ما هتحدد لي نوع الايه؟ الميجر كونتنت. يبقى لازم من الجنجبر مارز لغايه بدايه البار من 3 ل 5 مليمتر، البار نفسه يبقى من 2 ل 4 مليمتر عشان يديني ريجيديتي وتحتيه على اتليست ايه؟ 2 مليمتر. قال لك انت اتليست 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 انت عايز في الحته دي 8 مليمتر اتليست علشان تقدر تحط اللينجوال ايه؟ بار. اول حاجه هنتكلم عليه اللي هو ذا لينجوال بار. ايه الاستراكشرز ديتيلز بتاعته؟ قلناها قبل كده. كروس سكشن هيبقى ايه؟ ابير ان شيب تحتيه ريليف بينه وبين الجينج كارماج السبير بوردر قد ايه؟ 3 تو 5 مللتر. هو السكس بتاعه ايه؟ من 2 ل 4 مللتر. خلاص؟ طيب ايه بقى الادفانتج بتاعته؟ اول حاجه هو ده عامل تيشو كفرج والجينج كارماج انكفرد يبقى بيعمل نورمال ستيميليشن للجينج كارماج والسيرولوجيك ستيميليشن. يبقى احنا برضو حطينا في الكلام من المره اللي فاتت اي حاجه كفر الجنجر دي حاجه مش كويسه، اي حاجه سبيس صغير هتعملي كولابس افروض عشان واحنا بنذاكر لو لقينا بس نوع من الميجر كونكتد احنا مش مشغلينه في دماغنا انديكيتد في حاجه معينه نعمل عليها علامه او ديس ادفانتج غير الحاجات اللي احنا نقدر نجيبها نعمل عليها علامه عشان زي ما قلت لكم الشابتر ادفانتج وديس ادفانتج وانديكيشن وكونتر انديكيشن شغلوا مخهم. خلاص طيب سمبلستي افشنسي اكتر واحد بنستعمله ما بيعملش ترابنج للتانج مش نوت انترفير مع السبيتش مع اي حاجه لكن مشكله المندلر الليكوال بار ده الفلكسبيليتي هو فلكسبل لو ما تصنعش كويس هيبقى فلكسبل حقيقي هو بار بس بار طويل شويه لافت كده فالطول بتاعه ده بيديله شويه ايه؟ فلكسبيليتي علشان كده ذا فانكشن The only function of the lingual bar ان هو بيعمل لي connection بس. فاكرين الميجر كونكتور قلنا ده بتعمل بريزنت وستابيلايزيشن وريسبروكيشن وسوري وساعات ريتنشن وساعات كروس اكشن كل الفانكشن دي لا هو ما بيعملش الا connection. هو بيعمل connection from one side of the arch للconnection للايه؟ للانذر سايد اوف بس. طب ايه الكونتر انديكيشن؟ نفكر في دماغنا لو السلاك انكلايند لينجوال
inclined legal head ازاي؟ هينفع؟ يبقى ما ينفعش legal inclination of the tooth. لو عندي torus mandibularis هينفع؟ مش هينفع. لو عندي الضرس الاقل من 3-5 ملم هينفع؟ لو عندي undercut legal هتنفع؟ يبقى احنا نشغل مخنا. هو مش هينفع امتى؟ لما يبقى عندي insufficient depth. لما يبقى عندي legal inclination of the tooth او عندي legal undercut او عندي high legal freedom اي حاجه من الحاجات دي خلاص. طيب ده الستراكشر ديتيلز اللي احنا قلناها اللي هي العاديه خالص بتاعه الايه المانديبولر ميجر كونكت. طب السبلينجوال بار قلنا اخوه بالمني يعني فليكسبل زيه اه ما بيعملش غير كونكشن ايوه ما بيعملش غير ايه كونكشن بستخدمه لينجوال بستخدمه لينجوال كروس سكشن بتاعه بعمل تحسين ليه ايوه بعمل تحسين ليه في ضغط انكسر امال انا بستخدمه امتى يا دكاتره قلنا ها مش هو ده لينجوال بار بالظبط ليه بستخدم الساب لينجوال بار ما بستخدمش لينجوال بار امتى على صوت كده insufficient depth للتوه the mass او عندي reduced height او severe reduction في اللينجوال بون ده ما عنديش سبيس فبقوم منزلات لتحت شويه عشان يجي من هنا السيف فاكت ليفتر وهو ينزل شويه على الفلور اوف ذا ماس. اهو ده شكل ايه؟ زي بالظبط اللينجوال بار بس نازل لتحت شويه اسمه سبلينجوال بار. نيجي بعد كده بقى لللينجوال بليت. ايه اللينجوال بليت ده؟ اللينجوال بليت ده قال لك it is the most rigid major connector. اكتر major connector في الماندبل rigid اللينجوال بليت. اللينجوال بليت من تحت بار ومكمل ثيكنس يونيفورم ثيكنس لغايه السنه. بدل ساند على السنه يا دكاتره هيديني ايه؟ تفكيرنا كده. بدل ساند على السنه هيديني ايه؟ بروفايل هيديني سبورت. ده قال لك كمان بعمل فيه ماينر ريسك بريباريشن على اخر اثنين ابارتمنت بيديني اندايركت ريتنشن. يعني معنى كده ان اللينجوال بليت مش بس بيديني كونكشن ده بيديني سبورت وايه؟ واندايركت ريتنشن. طيب وقلنا ان هو بيبقى اكستند لغايه السيرفي لاين واعلى من السيرفي لاين والحته دي اعمل فيها ايه؟ ريليف. It is the most rigid, it is just way, mandibular, major connector. The vertical wall بتاعك دي بدل قلنا أي حاجة لاين ال vertical wall هتعمل لي إيه؟ Bracing. The vertical wall ده provides a bracing. In crossing the midline والrigidity بتاعتي بتديني cross arch stabilization. أقدر أستخدمه إمتى يا دكاترة؟ لما يبقى عندي ويك بريدومينانتي سنان صغيره قدام انتيريور بس وعايزه ان انا اضمها مع بعض او اعمل لها سبلندد ويشتغلوا كلهم مع بعض اقدر ساعتها استخدم الايه؟ اللينجوال بلين. طب ايه الستراكشرز ديتيلز بتاعته؟ هل ده بقى هنقدر نقول ان هو يبقى اوام جنجر مارج فروم 3 تو 5 ملم وهاف بير شيب وكل الكلام ده ولا هنقول ايه؟ هنقول بقى ده اللي محتاجين ان احنا نزوده في الحفظ بتاعنا. خلاص يعني دي تزودها في الحفظ بتاعها. أول حاجة السوبيريور بوردر بتاعه بيبقى على السيرفي لاين أو أباب السيرفي لاين على السنجلر خلاص بيبقى شكل سكالب إن شيب كده واخد نفس الشكل بتاع الجينجر مارجن. وليه عملوه شكل الناين إيد سكالب إن شيب ده؟ علشان ما يعملش ترابنج للطنج ما يعورش الطنج وهو طالع أو نازل منه. الأنفيريور بوردر بتاعته قلنا هاف بير إن شيب خلاص placed at the functional limit of the floor of the mouth. يعني بعملها بحطها ازاي؟ خلي العين يتحرك لسانه من الشمال واشوف الدرس بتاع الفانكشنال ليميت الفلور اوف ذا ماوس عالي قد ايه وبحط الانفير بوردر ايه؟ فوقيه علشان العين لما يجي يتكلم او يطلع لسانه او ياكل ما يطلعش الدرس كله منه. طيب وادكت دروب اوت از ريكوايرد فور ذا تيس زي ما احنا كده بنعمل في السكشن عشان او اي تفتيش اندر بعمل في الجينجر مارجن ريليف بتاع
تحتها ولازم الريليف يبقى كويس عشان ما نعملش اي تروماتايزيشن للتيشو. واهم حاجه بتميز الليك والبليت، ونحط كده دايره عليها في الكتاب، ان الليك والبليت على اخر اثنين ابطمنت بتبقى موجودين بعمل فيهم زي ماينر ريست، بحط ايه ريست عليهم، وهو بيبقى نفس الشكل يعني واخد من الميجر كونكت. هوريكم صوره ليه. الريست ده بيعمل ايه يا دكاتره؟ انفاليد ريتنشن. لو عندي دايستم او حاجه بحطه كده او بعمل سلوت في الميجر كونكت عشان ما يبانش من زي المنظر. لو انا عندي في دايستم او نص بعمل كده زي سلوت بحيث ان هي شايفين اللي كان هو بيعمل كفرنج السنين ازاي؟ عندي هنا ماينر ريست هنا وهنا معموله على السنين على اخر اثنين ابطال، والمعنى ده احنا قلنا ان دول بيديني الاندايركت ريتنشن، وده اللي بيميز الليجوال بيت. طيب هنقول بقى ايه الديس ادفانتج بتاعت الليجوال بيت بمعنى حطيته بقى Gracias.
ويحصلوا ترافيك فيهم، يعني ممكن يحصل ترافيك للتمر وايه كمان؟ وهيحصل ترافيك للفود والبكتيريا والبلاك في الحته دي. فعشان كده احنا ما بقيناش نستخدمه خالص. بس انا جايبه لكم كده كنتوا عندكم في الكتاب، وان هو زي موديفيكيشن من اللينجوال بليت. بعد كده يبقى احنا اتكلمنا على اللينجوال بار، السب لينجوال بار، واللينجوال ايه؟ هنتكلم على حاجه اسمها كونتينيوس بار او السينجلم بار، ومن اسمه محطوط على السينجلم اوف ذا ايه؟ اوف ذا سيج. يا كلام، يعني هو النوت كفر الجنتفر مارجن خالص خالص، يعني بيعمل allow normal physiologic stimulation of the gingival margin. خلاص؟ اقدر استخدمه في insufficient depth of the pleura of the nostril. افرض ان انا ما عرفتش لا استخدم لا lingual plate ولا عرفت استخدم sublingual bar، يبقى دوت ملوش دعوه خالص بالفلور of the ايه؟ of the nostril. بس بدال قلنا ان هو محطوط على السنان، يبقى ده هيديني ايه؟ support. وده هيديني support، هيديني ايه؟ indirect ايه؟ retention. لكن الديسادفانتج بتاعته ان هو فيري باد اسيتس. اهو اقدر استخدمه في حاله تورس طلقه من الجزارس، بص من الناحيتين كده واقوم طالع فيه، لكن هو فعلا فيري ايه؟ باد اسيتس عندي. دي اشكال السنجل بار او السبلنجل بار. طيب جه واحد قال لك ايه؟ طب بدل مشكلة اللينجوال بليت ان هو كفرنج الجنجيفال مارجن بتاعتي وبيعمل بلاك اكيوميليشن وكيرس وبريزونتال بريك داون، انا هعمل واحد بالظبط زيه لكن هاجي عند الحتة اللي في النص اللي عاملة لنا كلنا المشكلة دي وايه؟ واشيلها، واعمل لينجوال بار من تحت وسينجلم بار من ايه؟ من فوق، وهاخد كل الادفانتج بتاعت اللينجوال بليت، يعني هيديني من فوق سبورت و indirect retention، وفي نفس الوقت هعمل uncover زيها زي اللينجوال بار بال واعمل normal stimulation وكل الكلام من ده، وسموه the same bar او the double lingual bar. اللي بيتكلموا ورا بتتكلموا ليه؟ the double ايه؟ lingual bar اهو بيعمل ايه؟ allow normal stimulation of the ايه؟ of the gingival bar. مش هو rigid وبدل ما بار واحد بقى اثنين بار، يبقى هيعمل ايه؟ stabilization و cross arch stabilization و distribution للستريسز. برضه زيه زي الايكوال بيت، اقدر اعمل splinting للويكلي فريدونتال ايه؟ توس. اقدر استخدمه ك indirect retainer. اقدر ان انا استعمله في حالات الدايستما، يبقى هجيب الادفانتج بتاع الايكوال بار على الادفانتج بتاع الليجوال بليت، وهتبقى دي الادفانتج بتاعت ايه؟ الدبل لينجوال بار. بس هم لقوا في حاجه مشكله، ممكن حد يفكر معايا ايه المشكله؟ زي السنجل بار ما هو كان شكله وحش لما العيان يفتح بقه، ده برضه اكيد هيبقى السفنكس بتاعه شكله وحش. لقوا ان السبيسز ده لو ما كانش كبير هيتزنق فيه الطمر، وفي نفس الوقت يعمل لي بلاك اكيوميليشن وتروماتيزيشن للجنجر. عشان كده قال لك انا مش هستخدم الدبل لينجوال بار ده الا لما يبقى عندي لونج كلينيكال كرام، ونعلم عليها كده في الكتاب لونج كلينيكال كرام. الكلينيكال كرام بتاعي يبقى طويل عشان اقدر اعمل السبيسز ده. لو صغيره ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ترافيك للطمر، هيحصل ترافيك وبلاك اكيوميليشن وفول اكيوميليشن، وتعمل لي فود وانفلاميشن وكيرس كمان. خلاص؟ طيب قال لك السنان سيفيرلي ليجوال انكلايند، خلاص؟ مش هعرف سنان سيفير ليجوال انكلايند عشان اعرف اي واحد من الليجوال ايه؟ ميجر كورنيك. كمان يا دكاتره قال لك افرضوا ان انا السنان دي عايزه اي سيرجيكال انترفنشن عشان تتعدل، او في اي مشكله عندي فورس مانديبلاس او اي بون اندر كات موجود في ناحيه اللينجوال، بس العيان ده كونترا انديكيتد ان انا استعمل معاه سيرجي، ساعتها الحل الوحيد ان انا استخدم معاه ايه؟ الليجال بون. يبقى الفورس لوكيشن
هو البار بالظبط، لكن محطوط من ناحيه الايه؟ الليجوال. وقالوا كمان ده هيبقى اطول من الليجوال بار، لكن هيبقى طويل خالص، فده هيبقى ايه؟ مور فليكسبل عن الليجوال بار. زي ما الليجوال بار مش هيدي اي فانكشن الا الكونكشن، الليجوال بار برضه مش هيدي فانكشن الا الايه؟ الكونكشن. ويزيد عليه مساوئ ان هي ايه؟ فيري باد افكت. فيري باد افكت. وما اقدرش استخدمه فين؟ في حالات الليبيال انكلاينيشن. لو قلت لها ليبيال انكلاين مش هقدر استخدم الليبيال انكلاين. اخر حاجه في المانديبلر ميجر كونكتور يا دكاتره السوينج لوك. السوينج لوك دي حاجه كبيره عليكم شويه، بس احنا بنستخدمها كتير مع ان شكلها صعب جدا، بس احنا بنستخدمها مع الحالات الماكسيلوفيشيا. بيجي لنا ان شاء الله وانت في سنه خمسه تاخد البروسيجر كورس كامل اسمه ماكسيلوفيشيا. يعني العيان جالك حصل له ريسكشن للفرق كله خلاص، وما عندوش غير ثلاث اربع سنين، هتعمله ازاي؟ وطبعا عشان تاخد راديو مش هينفع اصلا ان انت تحط له اي انفنت او اي حاجه. طب ساعتها نعمل ايه؟ انا ما عنديش في بق العيال غير الثلاث سنين دول، والفرق اللي انا كنت باخد منه سبورت وريتكشن وكل الحاجات دي اوريدي ما بقاش ايه؟ ما بقاش موجود. فقال لك طيب انا هعمل بار من بره وبار تاني من جوه او ميجر كونكتر عادي من جوه. بس البار ده هيبقى عباره عن ان هو فيه مفصله من هنا وكليبسه من هنا. اجي اخلي العيان يدخل الميجر الريتكشن يتفتح الايه؟ البار. اول ما يلبسه يقول العيال ايه؟ قفل هنا بالكليبسه بتاعته، يبقى ده المنظر بتاعه، لان مفيش حاجه ده ما ينفعش يتلبس كده، يتلبس كده ازاي؟ خلاص؟ ليه عمل السوينج لوك ده؟ علشان انا عايزه كل الفانكشن اوف ذا بارشال فيرشوال تتعمل، ولا لا عندي سنان ولا عندي هارد بالت. فعشان كده خلوا الثلاث سنات مع بعض يتعمل لهم سبلانتنج بكراون خلاص، وطلع هنا ده كده، هنا ده الكليبسه وهنا الهنج. تفتح ادخل الدرج وبعد كده اقفل الايه؟ وطلع كونتينيوس بار بالمنظر ده. البار اللي هنا ده اداني ريتنشن وسبورت وبريسنج كمان عشان هي فيرتيكال فيلم، شكله مختلف تماما عن اي حاجه احنا عملناها. والورق نفس البار، لكن ده انا بستعمله في حالات ان انا عندي ما عنديش غسيلات قليله جدا، او اي عيان عنده اكواد مانديلر او مانديلر ديفكت. اوكي طبعا هو نيد فيري جود اورال هايجين، لان طبعا الكومبوننت دوت فيري كومبليكيتد وان بايولوجيكالي. هو بيعتمد بس على الميكانيكال ان انا اخلي العيان يعرف ياكل او يعمل مسكات السايكل بتاعه. ده كان اخر ماكسيلري مانديلر ميجر كونكت. هنتكلم على اخر حاجه اللي هي مايزر كونكتور. ايه مايزر كونكتور ده؟ هي كومبوند اوف بارشال دنشن ذات كونكت دايركتلي للميجر كونكتور او اندايركتلي. المهم ان هي بتمسك كل الكومبوند دايركتلي او اندايركتلي من الميجر كونكتور. يبقى المايزر كونكتور ده is a part of the removable partial denture which joins the major connector of the partial denture vein the component of the prosthesis. The minor connector ده بيبقى رايح دكاتره in a vertical plane. يبقى طالع من ال major connector ماسك بقى، يا اما ماسك كريست، يا اما ماسك كلاس، يا اما حاجه اسمها proximal plate. خلاص؟ فلازم ما يبقاش في اي convexity ان هي تبقى interference مع الكامب. ولازم تبقى داخله في السبيسز مظبوط، تبقى هايجينيك. لازم تكون sufficient bulk عشان تبقى rigid، ما احطهاش على convex surface، احطها على flat surface as much as possible. Passing vertically from the major A connector، لازم اطلعها at right angle، ما طلعتهاش diagonal كده. قلنا لو طلعناها diagonal كده ايه اللي هيحصل؟ هيزود الكفرج بتاعت الجنجبال مارجن، لكن زي ما قلنا اقصر طريق هي الخط الايه؟ المستقيم. اول اكزيلري اول ميجر كونكتور ماينر كونكتور حاجه
خلاص وبيطلع ويخرج بالدرس بفريكشنال ريتنشن بيبقى زي بليت كده التيرم بدل طلع وخرج بفريكشنال ريتنشن هيديني ايه بفريكشنال هيديني ريتنشن وفي نفس الوقت هو لاين فيرتيكال كرين هيديني بريسنج وستابلايزيشن خلاص يبقى ده نوع من انواع الماينر كونكتر ده تاني نوع من انواع الماينر كونكتر كونكتنج الميجر كونكتر بالايه بالريست خلاص طيب شايفين ده طالع ايه ستريت او رايت انجل لو طلع دايركت هيعمل كفرج ليه طيب تاني حاجه شايفين الانجل ده عامل ازاي راوند ليه ما عملتوش شورت انجل عشان اعمل ستريس ايه انديوسر ليه انا بقول لكم على كده عشان لما تيجوا في اخر السنه تعملوا الواكس فاتري كتير جدا الاقيكم الكونكشن دي معموله في ده الشعر الحته دي اللي عملتها الاقي ان طلع الماده كونكتد كده ولا مطلعها كده ولا عامل شارب انجل كده لا لازم تكونوا وانتوا بتحطوا الحاجه تحطوها وانتوا فاهمين بتعملوها كده ليه خلاص طيب لو انا عايز احط الماينر كونكتور في الانتر بروكسيمال سيرفيس زي ما احنا عارفين ان الكروس سكشن بتاع الانتر بروكسيمال سيرفيس يبقى شكله تراينجلر ان شيب لازم الماينر كونكتور يتحط برضه تراينجلر ان شيب الايبكس بتاعه ناحيه السلاس والبيز بتاعه ايه؟ برضه احطهم زي ما قلت لكم على اي كونفكس سيرفيس ولازم يكون ريجيد وسفشن بارك دي شويه من انواع types of minor connectors موجودة عندكم في الكتاب ايه هي types نجمعها اللي بيتكلموا ورا وتطلع بره المخاطر لغايه تحت المخاطر برضو دي تجميع بس حد يبقى كده وصحصح معايا ويقول لي من اول ما خدتوا الدنشر بيز ايه المايكرو كونكتور اللي انتوا فاكرين الدنشر بيز اللي كان فيه شكل اللادر شيب والماش ورك اللادر شيب دي والماش ورك ده نوع من انواع الماينر كونكت خلاص التيشو ستوبر ده الحته الصغننه دي نوع من انواع الايه بمعنى اصح اي قنبله انت مش لاقيه يدخل تحت اي حاجه ده ماينر ايه كونكت خلاص الماينر كونكتور اللي ماسك الكلاس الماينر كونكتور اللي ماسك الريست اهم اثنين ريكويرمنت للماينر كونكتور زي ما قلت لكم اتاكشن ستريت لاين طالع جنجرال مونشن بالرايت انجل مع الميجر كونكتور وتعمل له راونديشن يديله ريجيديتي وفي نفس الوقت يمنع الجوس الستريسز وتاني ريكوايرد مهمه جدا في الماينر كونكتور ان هي اي مسافه باتنين اتنين ماينر كونكتور لازم اتليست 5 ملم عشان يبقى تساعدني على الكلين لو ما لقيتش كده اغير الديزاين بتاعي كل اللي يهمني في الديزاين ان انا الديزاين بتاعي يبقى سيمبل ما يبقاش فيه كومبوننت كتير المهم يعني الفانكشن مظبوط دي انواع الماينر كونكتور اول واحده هنا بتاعت الايه؟ بتاعت المشهور او اللادر شيب تحت بعد جنبيها بتاعت البروكسيمال بليت بعد كده المايكرو كونكتور كونكتنج الايه؟ الريست ده نوع من انواع المايكرو كونكتور كونكتنج الايه؟ البلاس الصوره دي مهمه جدا بتقول لك كل انواع المايكرو كونكتور تقريبا ما عدا التيشو ستوب اول حاجه اللي هي على الدنشر بيز اللي هي المشورك او اللادر شيب. ايه الخط ده يا فندم؟ برافو عليك. الاكسترنال فينش لاين او معمول لك بالميتال اهو. الاكسترنال فينش لاين ده اعتبروه نوع من انواع الايه؟ الماينر كونكتور خلاص؟ وده الماينر كونكتور اللي بيعمل لي البروكسيمال بليت اللي بيديني فيكشنال ريتنشن وستابلايزيشن وريسبروكيشن. وده الماينر كونكتور اللي بيتاتش بالايه؟ بالرسم طب عارفين ايه اللي في النص ده اللي فوق ده اللي عامل زي الكوره كده في اسمها ايه البيدز برافو عليكم او ايه تاني اسمها ريتنتيف مين يا لناي يا لناي ريتنتيف مين او البيدز اللي انا بحطها على الدنشر بيز لما يبقى ميتاليك دنشر بيز عشان
ده نوع من انواع الماينر كونتاكت. اللي فاضل لكم نوعين ظاهر عندكم في الصوره، لو بتيجي تستقر الماينر كونتاكت كونتاكت بتنزل الكلاس. الفانكشن بتاعت الماينر كونكتر اخر سلايد. الفانكشن بتاعها جوينينج الميجر كونكتر او كل البروسيسز ويز ايتش اذر. خلاص؟ تاني حاجه ترانسفير الستريسز على الابطن توس او تعمل ديستريبيوشن للستريسز بتديني او ترانسفير الايفكت بتاع الريتيننج وتعملي ستابلايزيشن وبريسنج وانسحاب في البروكسيمال بليت بس تعملي فريكشنال ريتنشن. طيب هي كونتاكت الجايدنج بلين تعمل لي فريكشنال ريتنشن وستابلايزيشن. ثانك يو يا دكاتره. كويز المره الجايه الجروب A يحضر مع جروب A وجروب B يحضر مع جروب B في المحاضره. وهيبقى بس عباره عن ثلاثة شو زي الكويز زي الكويز الاولاني. ومكتوب هيحضر في الاول وبعدين الثاني يحضر فين. يعني هنركز على الجزء. ثانك يو يا دكاتره.